التصنيف والمطابقة يستخدمان في مجالات عديدة من العلوم والفنون والتعليم والحياة اليومية. على سبيل المثال، يستخدم علم التصنيف في تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعات حسب خصائصها الوراثية، ويستخدم نظام التسمية الثنائي لإعطاء كائن اسم علمي مكون من كلمتين تدلان على جنسه ونوعه. كذلك يستخدم التصنيف في المكتبات لترتيب الكتب على الرفوف وفي الفهارس من حسب موضوعها أو لغتها أو تاريخ نشرها. أما بالنسبة إلى المطابقة، تستخدم في تحديد التشابهات والاختلافات بين الأشياء أو الأفكار، وذلك لزيادة الفهم والذاكرة والإبداع. على سبيل المثال، يستخدم المطابقة في تعليم لغة جديدة بإيجاد مرادفات أو المتضادات للكلمات، وهذه المهارتين مهمة لتطوير اللغة والسلوك الاجتماعي للأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد. وهناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتدريب الطفل المشخص باضطراب طيف التوحد على هذه المهارات. مثال: استخدام مجسمات أو ألعاب أو صور متماثلة للأشياء التي يحبها الطفل أو تثير اهتمامه. 2- إعطاء الطفل مجسم أو صورة وإخباره بالاسم والإشارة إلى المجسم أو الصورة المتطابقة على الطاولة. 3- تشجيع الطفل على وضع المجسم أو الصورة إلى جانب المجسم أو الصورة المتطابقة على الطاولة. 4- تعزيز الطفل لفظياً ومادياً عند نجاحه في المطابقة. 5- تكرار التدريب بدون إشارة أو مساعدة حتى يصبح الطفل قادراً على المطابقة بشكل مستقل.